إلى الشرق كما تصل أنوارها إلى الغرب، وتنطلق آفاق أنوارها إلى الشمال كما تصل آفاق أنوارها إلى الجنوب، بكل بساطة، لأن كلمة اقرأ وما جاء بعدها إنما كانت رحمة للعالمين جميعا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لم يعرف تاريخ البشرية منذ نشأتها الأولى إلى يوم الناس هذا، لم يعرف تاريخ البشرية أمة تأسست على كتاب، لم يعرف تاريخ البشرية حضارة بنيت على كتاب، لم يعرف تاريخ البشرية أمة توحدت على كتاب كما عرف هذا التاريخ هذه الأمة التي تأسست فكانت هويتها هي القرآن، وكانت حضارتها مبنية على غفاف نهر القرآن، وكانت وحدة كلمتها مبنية على القرآن، واعتصموا بالله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فإن القرآن الكريم هو الذي جاء